والآن مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، واسمحوا لي ان انا اوجه لكم ومن خلالكم لكل الشعب المصري التحية والتقدير والاحترام. الحقيقة انا النهاردة هتكلم معاكم زي ما كل مرة بتكلم، بكل صدق دايما، كل اخلاص، وبكل أمانة، وبكل علم. وأرجو إن احنا نحط تحت كلمة بكل علم دي خط كويس. أنا بكلم كل المصريين، وخاصة الفئات اللي هي يعني مش المثقفين ومش المفكرين، لأن أنا بقول لو كل المصريين تفهموا اللي أنا بقوله هيبقى الأمر بعد كده بسيط وسهل على الباقي. يعني خليني اقول لكم ان احنا اول ما قلنا ان احنا الهدف بتاعنا هو الحفاظ على الدولة المصرية. اي دولة غايتها القومية هي بقاء الدولة، بقاء الدولة، الحفاظ على الدولة. ده معناه ايه؟ معناه ان الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت أو السنوات اللي فاتت كانت معرضة لتهديد حقيقي وما زال. وأنا في البرلمان قلت كلام واضح، قلت يا ترى اللي كانوا هم يتمنوا، مش يتمنوا بس، بيعملوا من أجل أن يكون مصير مصر كمصير الآخرين قائم ولا انتهى؟ إذا كان انتهى يبقى خير، لكن هو ما انتهاش، ما زال العمل بيتم والجهود بتبذل والتآمر بيتنفذ عشان تسقط مصر. شوفوا كل التحديات اللي احنا ممكن نتكلم عليها وكل المخاطر اللي احنا ممكن نكون متحسبين منها ملهاش اي قيمة، ملهاش اي قيمة غير ان وحدة المصريين اللي بيتم دلوقتي وانا بكلمكم محاولة العبث بيها، محاولة العبث بيها. عايزين ندخل بقى الناس تتقطع مع بعضها، مؤسسات الدولة مع بعض، فئات المجتمع مع بعض. ما احنا كل اللي اتعمل قبل كده من إرهاب ما ينفعش، من ضغوط مختلفة ما ينفعش، لا نجرب حاجات تانية. خلي بالكم لن ينتهي هذا الأمر إلا بنجاحنا الحقيقي في إن احنا نتجاوزه. محاولة إسقاط مصر أمر أنا ما بقولهوش، ما بقول يعني لا أتحدث فيه بستدعي خطر لإجراء استثنائي. هو توحدكم إجراء استثنائي؟ هو إن احنا نكون كتلة واحدة ده إجراء استثنائي؟ هو احنا نحب بعض ده إجراء استثنائي؟ هو احنا نخاف على بلدنا ده إجراء استثنائي؟ أنا بقول لكم الكلام ده عشان أنا موجود معانا هنا شباب ومن المبادرة بتاعة القيادة ومن البرلمان ومن كل فئات المجتمع المصري، وأنا بكلمكم من ضمن وأنا بكلمكم بوجه كلامي كمان لكل المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، وده مهم قوي إن هم يسمعوه. كان استراتيجيتنا وسياساتنا اللي احنا شغالين بيها وهنفضل شغالين بيها هي المحافظة على الدولة والبناء في الدولة. طب تعالوا امسك واحدة واحدة من دول واكلمكم على كل اللي اتعمل خلال 20 شهر، خلال 20 شهر، مش بتفاصيل كتير، بس ارجو ان انتم تنتبهوا للي انا هقوله. انا هتكلم على البنية الاساسية. كتير من الناس يقولوا البنية الأساسية، الأمريكان في أزمة سنة 28 عملوا التجربة ديت، صحيح.
بس احنا لما بنخد التجربة دي طرف، هما كان عندهم الدولة واقفة على حيلها بس عندهم أزمة اقتصادية، ما كانش عندهم أزمة فقد أو نقص بنية أساسية. لكن أنا عندي هنا في مصر نقص للبنية الأساسية بدليل